ومعنا عبر الهاتف المحلل السياسي السيد محمود عثمان، مرحبا بك. تحية لكم، مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك. إذا أستاذ محمود، إدارة ترامب إلى الآن لم تتحدث في الشأن السوري والمفاوضات بشكل صريح، وكل تصريحات موجهة للقضاء على تنظيم الدولة. هل هذا يعني أن الإدارة الأمريكية ربما تقبل ببقاء بشار الأسد؟ أعتقد أنه من المبكر لأوانه الحديث عن استراتيجية أو رؤية أمريكية للحل في سوريا، وتعلمنا من السنوات الماضية بأنه أثناء الحديث عن الحرب على داعش فهذا موضوع عام شامل ليس له حدود، وحتى لا يفهم ما هو المقصود منه. إنما يعني نحن موجودون في المعادلة السورية لا أكثر. أما بخصوص إدارة ترامب فحتى هذه اللحظة لم نرى منها إلا بخصوص حول القضية السورية، هناك عملية تصعيد مع الطرف الإيراني، وإيران كما نعلم موجودة بقوة في الساحة السورية، وأيضا التركيز على الحرب على داعش. ورأينا يعني تصريحات مقتضبة حول من بعض المسؤولين الأمريكان حول ضرورة دعم الطرف الكردي أو البيو أو قوات سوريا الديمقراطية إنجاز التعبير، بشرط يشترط الطرف الأمريكي يعني وسياسة ترامب، إدارة ترامب تشترط لدعم قوات سوريا الديمقراطية أن تتوسع هذه القوات وألا تنحصر، لا تكون منحصرة على المكون الكردي وتحديدا البي واي دي. إذا لا استراتيجية أمريكية واضحة في سوريا ولا استراتيجية أمريكية واضحة في منطقة الشرق الأوسط عموما، اللهم إلا من زاوية التصعيد مع الطرف الإيراني. من جانب آخر أستاذ محمود، يعني وفي ظل التريث الذي تبديه إدارة ترامب حول الملف السوري ومفاوضات جنيف القادمة، برأيك ماذا يمكن أن يقدم في هذه المفاوضات في حال انعقدت في الوقت المحدد لها؟ يعني في حال انعقد مؤتمر جنيف واجتماعات جنيف ستكون اجتماعات روتينية لن تستطيع التوصل إلى حلول جذرية. رأينا الطرف الروسي حاول مرارا، حاول من خلال مؤتمر أستانا أن يخلق من هذا من أستانا مرجعية تنوب، مرجعية بديلة عن مرجعية جنيف، لكنه فشل في ذلك. وأيضا حاول تثبيت مخرجات اجتماع أستانا وكأنها يعني مرجعية أيضا، وحاول تمرير هذه المقررات من خلال مجلس الأمن لكنه لم يستطع أن يمررها، وأقصد هنا بالطرف الروسي لم يستطع أن يمرر تلك المخرجات من مجلس الأمن إلا بعد أن أجريت، وتحديدا الطرف الأمريكي أجرى عليها تعديلات أساسية وضمنها لتكون تابعة لمقررات مؤتمر جنيف. والطرف الروسي في اجتماع مجلس الأمن ذاك كان عاجزا عن تأمين حتى النصاب، وبالتالي التعويل على دور دولي للطرف الروسي أمر غير ممكن، وليس لدى الروس القدرة الكافية للقيام أو رعاية عملية حل سياسي لمسألة معقدة بحجم المسألة السورية. وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي الأستاذ محمود عثمان.